يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جمع أهل العلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائل، ولكن يوجد اختلاف في بعض السنن في هذه الصفات، فما موقف طالب العلم أمام هذه الاختلافات؟ هل يجمع بينها أم يلتزم صفة واحدة منها؟ طالب العلم عليه أن يتبع الدليل، إذا حصل اختلاف يشوف اللي معه الدليل من الأقوال ويأخذ به، هذا طالب العلم. أما العامي فإذا حصل اختلاف يسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بما يفتيه. نعم.